أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. لو اول مرة تشوفي قناتي انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ودوس على كلمة الكل عشان لما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه على طول. النهاردة طبعا فيديو حلو جدا. فيديو ايه سارة؟ فيديو مشتريات. بصوا بقى يعني مشتريات بقى ايه؟ كل الحاجة اللي انت عايزة تحتاجيها بتنزلي تجيبيها. لا ده انت بتجيبي اكتر من اللي انت عايزاه. طبعا المطبخ يعني مش بيفضى من ايه ده ناقصني كذا ناقصني كذا. بصوا بقى ما شاء الله حاجات من ايكيا. عايزه اقول لكم بقى العروض اللي هناك حلوه جدا جدا. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو شوفوا انا جبت ايه من ايكيا. عايزه اقول لكم عامل سيل حلو قوي 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 طبعا على معظم الحاجات، وفي حاجات طبعا مبالغ فيها زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. يلا بقى نبدا كده بسم الله ونشوف جبت ايه من ايكيا مع بعض. اول حاجه ده مفرش كده تقديم اي حاجه سخنه. بصوا ده حلو جدا، ده هندي تمام، هندي بس حلو قوي 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 ما شاء الله عليه. ده كان بكام يا ساره؟ ده كان ب 35 بدل 70 تقريبا. وتاني حاجه دي مصفه، لا مش مصفه، دي غطا مايكرويف. طيب ايه لازمتها؟ طبعا واحنا عاملين مثلا شوربه، مثلا عايزه اسخنها لحمه بشوربه، خضار بصلصه، بحط الحاجه في الميكرويف. اول ما بخلص بفتح الميكرويف كده الاقي كل الابيض بقى اي حاجه طرطشه كده عليه، فبدل ما طبعا نبهدل الدنيا ده غطا ميكرويف بتقفلي كده عليه وبتسخني عندي حاجتك وبتطلعي يا دوبك انت بتغسلي ده بس، وبيفضل ايه الميكرويف بتاعك نظيف لفتره اطول. وطبعا هي بتكون من هنا كده مفرغه عشان السخونه، وطبعا دي قابله للتسخين. عايزه اقول لكم نوعها ايه؟ ايطالي. بصوا اهي دي كانت ب 35 جنيه حلوه جدا ما شاء الله. نكمل الشنطه دي. ودي اطباق، بصوا الاطباق دي اطباق حلوه جدا جدا جدا. اطباق طبعا بلاستيك. عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه لاي حد عنده اطفال، طبعا طبعا لازم وضروري تحط لهم اي حاجه في بلاستيك عشان ما يكسروش الطبق. طبعا مش مهم الطبق، بس هما لو كسروا طبق هما شايلينه هما اللي هيتعوروا طبعا لا قدر الله، فلازم تحافظي طبعا على اولادك. وطبعا بالنسبه يعني للامهات اللي هي عندها احفاد برده لازم تجيبي الطقم ده عندك في البيت، هيفرق معاكي جدا لاحفادك. بصوا الوانه حلوه قوي ما شاء الله. بصوا هو طبعا بيكون مكتوب عليه طبعا طباعه ايكيا، الختم بتاع ايكيا، وطبعا بيكون مكتوب عليه 5 دي ان هي قابله للاكل يعني وكده، وتسخين الميكرويف كمان ده بقى قابل لتسخين في الميكرويف. يعني انت بتدخليه الميكرويف بيبقى فيه علامه كده، العلامه دي العلامه، استني اوريكي اهي، العلامه دي بتكون قابله للميكرويف ان احنا بندخلها الميكرويف عادي جدا بكل سهوله تمام. ده كام طبق؟ 6 اطباق تمام، الاصفر والاخضر والابيض والبينك والرمادي واللبن، اهو 6 اطباق بكام؟ كانوا ب 45 اهم، حلوين جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هو الماركه بتاعته، هقول لكم الماركه بتاعته فين، ثانيه واحده، هندي برضو تمام، المنشأ بتاعها يعني هندي. نشوف ايه تاني جبت منهم برضو من نفس النوع ونفس الماركة وكل حاجة. جبت منهم الكوبايات دي حلوة جدا 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 اهي، كوبايات للشرب. بصوا الوانها اهي، دي ب40 فيها نفس التضليعة بتاع الطبق. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا 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 بجد، البلاستيك بتاعه نظيف جدا، وكلنا طبعا عارفين حاجات ايكيا عاملة ازاي. بصوا حلوة قوي. دول برضو 6 كوبايات اهي تمام. وطبعا طبعا لازم يكون عندك كوبايات بلاستيك عشان اطفالك طبعا. دي مثلا لو وقعت عادي جدا ما فيش اي مشكله، يعني مش هتتكسر ولا يجرى لهم حاجه. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان الكوبايات دي برده قابله ان انت تحطي مثلا
فيها لبن وتحطيها في الميكرويف عادي جدا، لان النوع ده بيكون قابل للميكرويف والتسخين. تمام، هنشوف بقى ايه. بصوا الغازة دي ما شاء الله، دي كانت بكام؟ بحاجة واربعين، مش فاكرة كام بالظبط، 45 تقريبا بدل 70. دي برضو هقول لكم مش مكتوب عليها المنشأ، بس عادي هي ايكيا يعني. وعايزة اقول لكم حاجة كمان، دي بقى ممكن فيها استعمالات كتير قوي. انا بصراحة انا جايباها هوريكم الايه دلوقتي، بس ممكن بقى تحطيها مثلا وانت بتطبخي، تحطي فيها لبن مثلا لو انت هتعملي وصفة دي مثلا بتشيل لتر من اللبن، او شوربة مثلا تحط فيها، هي اصلا فازة تحط فيها ورد. انا بقى جايباها احط فيها ايه ثورة، احط فيها ورد مجفف. بصوا انا بقى هحط فيها ورد مجفف، هتبقى شكلها حلو جدا ان شاء الله يعني. قولولي بقى ايه رأيكم في الشكل بتاعها لما املاها كده، ايه اللون ده هيبقى حلو قوي 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 ما شاء الله اهي. الكيس ده هناك بسبعين جنيه. تمام. هنشوف بقى الشنطة فيها ايه تاني. بصوا ما شاء الله دي برضو من ايكيا، عاملة 35. بصوا شكلها كيوت خالص خالص خالص. انا حاطة فيها بصراحة كان عندي الديكور ده كان عندي من زمان قوي، فرحت حطاها كده فيها، قلت ايه هتديها شكل حلو يعني. هي ممكن تتحط بقى في اي كورنر كده. وجبت الشمعة دي كمان، بصوا الشمعة دي ما شاء الله جميلة قوي قوي قوي، دي بتسعة وتلاتين جنيه. الشمعة دي طبعا بريحة الكمثرى والتفاح، بجد دي ريحتها حلوة قوي. وجبت الحامل بتاع الشمعة اهو، ده شكله بصوا حلو جدا برضو، ده عامل 39 جنيه. بتحطي فيها كده اهي وبتولعيها بقى، وطبعا شكلها في عصفوره كده شكلها حلو قوي. والابيض طبعا ملك الالوان، حلو جدا ما شاء الله. الحاجات دي بصراحه انا بحبها جدا كديكور، بحس ان عامله كده يعني شكل كده حلو قوي وراحه نفسيه في الاول وفي الاخر. خلاص خلصنا اول شنطه. تاني شنطه معايا بسم الله، ده مج ايكيا برضو، مطبوع عليه ايكيا. بصوا بقى ده ب 15 جنيه بعد العرض يعني. تمام، ده حلو جدا جدا جدا، جبت منه اتنين، وكان عندي منه برضو الناس اللي متابعيني. بصوا ما شاء الله ده فرنساوي، حلو جدا ما شاء الله. طبعا بصي بيدخل مايكروويف بقى، بتحطي فيه حاجات سخنه حلوه جدا، الازاز بتاعه حلو قوي 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 ما شاء الله. هوريكم حاجه بس دي مش من ايكيا، دي جات لي هديه من بابا. بصوا حلوه قوي 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 ما شاء الله. دي ايه يا ساره؟ دي مبخره. بصوا مبخره وفيها من هنا كده مغناطيس اهي، المبخره اهي، بتحطي هنا الفحم وبتحطي البخور وبعد كده بتقفلي كده بالمغناطيس اهو. انا كده شايلاها بالمغناطيس. بصوا ما شاء الله حلوه جدا جدا. طبعا بيحط الورق ده عشان الازاز، انا كنت مرعوبه وانا شايله الحاجه. بصوا ما شاء الله دي البوله، البوله دي بدل 70 عامله حاجه و30 او 45، يا ربي 45 جنيه اهي، دي عامله 45 جنيه، حلوه قوي قوي قوي. قلت هتنفعني قوي للعجن بصراحه، لما العجينه تكون كده يعني انت عملتي حاجه وبتديها مساحه ان هي تقب بقى ويبقى شكلها حلو كده في البوله دي. البوله دي فرنساوي برضو، بس بصراحه حلوه جدا جدا جدا. تمام، اخر شنطه معايا بقى الابيض طبعا وجماله. بصوا انا عايزه اقول لك حاجه، مش لازم لما تروحي ايكيا مثلا تجيبي كل حاجه انت محتاجاها، لا خالص،
ممكن تجيبي طبقين في مجين، يعني هاتي حاجة حاجة وهتلاقي عندك ان شاء الله كل حاجة نفسك فيها. بصوا الطبق ده ب19 جنيه، الطبق ده حلو جدا، انا جايبة منه 3 او 4 قبل كده، جبت منه 2 صراحة، يعني انا بحبهم جدا ابيض اصلا، يعني انا عايزة اجيب طقم ابيض، بس طبعا لو انا جبت طقم على بعضه هيبقى مكلف، فقلت كل ما اروح كده اخطف 2 في 2. جبت منه طبقين اهو، اهو ده شكله وحجمه حلو جدا. وجبت الطبق ده كمان، بصوا ما شاء الله جميل 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 قوي اهو. وجبت بقى اخر حاجة معايا، بصوا بقى ما شاء الله، ده ايه يا ساره؟ ده المضرب طبعا بتاع النسكافيه وكابتشينو وكده. بصوا انا عندي واحد بصراحه منه، بس انا قلت اجيب ايكيا حاجاتهم طبعا لا يعلى عليها، ده ب70. بصوا ما شاء الله حلو جدا 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 اهو. دي بقى عكس اللي عندي، اللي عندي الحجاره بتاعته رفيعه، لكن ده الحجاره بتاعته اللي هو حجر واحد بيكون مليان، اللي هو بتاع السخان، تمام؟ فقلت اجربه يعني، وهنشوفه بقى مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. بس كده، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيلي الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.